السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قبل 50 عاما تقريبا، حيث لم يكن قد ثبت عند الأطباء ضرر الدخان بما فيه من المادة التي يسمونها بالنيكوتين، لكن الآن قد ثبت يقينا ضرر الدخان، فلم يبقى هناك مجال لبعض الشاكين أو المترددين في تحريم الدخان. أما الفقيه المتمسك بأدلة الكتاب والسنة فلا يتردد إطلاقا قبل هذا بزمان في تحريم الدخان لما فيه من ضرر واضح دون أن يعرف ضرره في الرئتين وفي الصدر. الأصل في الأشياء الإباحة قاعدة فقهية مهمة جدا، لا يجوز الخروج عنها إلا لدليل ناقل يبرر يسوغ الانتقال منها إلى ما اقتضاه الدليل. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.